عجائب الدنيا السبع القديمة. أولاً، هرم الجيزة. ثانياً، حدائق بابل المعلقة. ثالثاً، تمثال زوس. رابعاً، معبد أرتميس في إيفيسيس. خامساً، ضريح موسولوس في مدينة هيليكارناسوس. سادساً، تمثال رودز. سابعاً، منارة الإسكندرية. عجائب الدنيا السبع الجديدة. أولاً، هرم تشيتشن إيتزا. ثانياً، تمثال المسيح الفادي. ثالثاً، سور الصين العظيم. رابعاً، مدينة ماتشو بيتشو القديمة. خامساً، البتراء. سادساً، الكولوسيوم. سابعاً، تاج محل.